المباراة كانت جيدة، حققنا المنتخب من 3 نقاط. إن شاء الله المباراة القادمة إن شاء الله المباراة ديالي مباراة القمة، فالجمهور ديالنا خسر لي كاع الماتشات وربح لي مباراة التراجع، فإن شاء الله إن شاء الله غنحقوا الجمهور المنتخب ديالنا إن شاء الله، وندخلوا نلعبوا بجدية إن شاء الله ونجيبوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. غيابات في نظرك ما تأثرش على الوداد؟ كنظن الغيابات بطبيعة الحال ناهيري ونصير صعيب يتعودوا، ولكن كاينين اللاعبين اللي في مستوى فريق الوداد فريق كبير، فكنظن ما كيوقفش على لاعب ولا جوج لعابه، كاينين لاعبين اللي غيعاودوا ان شاء الله ويكونوا في مستوى ان شاء الله. راه كانت صعبه، عرفنا واش تكون مباراه صعبه امام فريق اللي تاهو كيزيد لاعب بالكره، خلق لنا متاعب. الحمد لله المهم هو الفوز اللي حققنا اليوم باش يعطينا واحد المعنويات. كنشكر بزاف الجمهور وكنديروا لهم هذا الفوز ان شاء الله، وكنخصنا المقابله المقبله ان شاء الله ثاني نكون في مستوى ان شاء الله. صراحه يعني غنفتقدوا لاعبين اللي مهمين، ولكن كيف قلت يعني اللي غيكون جاهز يعني بدلاء اللي هما كيقوموا بمستويات كبيره. الفريق ما كيبقاش على لاعبين، الفريق يعني كوليكتيف، كنظن باللي غيدخل ان شاء الله يكون في مستوى يقدم مباراه كبيره ان شاء الله. الحمد لله هادشي كيجي بعد العمل ثم العمل ثم العمل، الحمد لله جاب الله الهدف المقابله، ثالث هدف امام فريق مع فريق الوداد البيضاوي. الحمد لله نتمنى اني نكمل في المسيره ديالي، اي مهاجم كيتمنى انه يسجل في اي مقابله. الحمد لله تاثرت اليوم قدمت واحد المقابله كي قالوا الاصدقاء ديالي مزيانه، الحمد لله نتمنى انا هذا المنوال نبقى فيه ونمشي فيه مقابله الديربي ان شاء الله اللي تخولينا نمشوا الدور الموالي امام فريق كبير، امام فريق رجاء البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي فريق كبير، يعني اي لاعب غيحمل التوني خاص يكون قد المسؤوليه ديالو. نتمنى سيدي ربي ما يخيبناش ونقدموا واحد المقابله جميله تخولينا ندوزوا الدور الموالي ان شاء الله. مارك الكعبي في الديربي هو ان شاء الله اللي مالك، كلشي كيجي بالعمل والخدمه، الا كان العمل والخدمه والاصرار ان شاء الله اللي مالك. ماتش داز مزيان، لاعبين عرفوا كيفاش يربحوا في المقابله رغم كانت صعوبة شوية، يعني كنعرفوا الفريق ديال فريق برشيد يعني كي فريق عنيد، ولكن احنا عرفنا كيفاش نخرجوا منه ونتعصروا. صراحة احنا عندنا اللاعبين كاملين ديال الوداد كاملين يعني قدروا يعطيو في الماتش، يعني ما عندناش هذا لعاب تيتولير أو الآخر رومبلاسو، اللي غيدخل غادي يقضي إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله باش الفريق الوداد الرياضي إن شاء الله ينتصر في الديربي. كان ماتش ديفيسيل بور نو vu que l'équipe de Bachid était bien en place et on savait très bien que l'équipe de Bachid était une très bonne équipe. Après nous, on a su faire la différence, on a su défendre ensemble et concrétiser les actions. Voilà, après, ça nous fait plaisir de repartir avec les 3 points. Après, on se prépare tous ensemble et pour les absences, je pense pas trop puisque tout le monde se prépare de la même manière et c'est une équipe. Après, on compense les brèches. Voilà, ça va, on se prépare mieux pour ce match. On a fini ce match, on pense au match contre le Raja et on pense qu'on va mieux se préparer pour aborder ce match de la plus bonne des manières. اول حاجه الحمد لله تنشكر الجماهير اللي جات ساندتنا، ثلاثه نقاط مهمه بالنسبه لنا تخلينا اننا نوجدوا المقابله الجايه ان شاء الله بكل اريحيه. هذه المقابله الا وتتعطي اللاعبين ثقه باش يكملوا في المسار جيد، لان ما يمكنش اللاعبين انهم في المقابله في وسط الجماهير في الملعب ديالهم يضيعوها. الحمد لله ثلاثه نقاط اللي تخلينا اننا نكملوا في المسار الجيد اللي بدينا به من بدايه السنه. المقابلة الجاية إن شاء الله مقابلة مهمة بالنسبة لنا، فريق الوداد تيمتاز بلاعبين عندهم كفاءة عالية، عندهم من تجربة باش نحققوا نتيجة إيجابية. أي غياب ممكن عنده تأثير، ولكن حتى اللاعبين اللي يقدروا يعوضوا اللاعبين اللي غايبين أنهم تاهما عندهم حق أنهم يقدموا يرفعوا القميص ديال فريق الوداد ويقدموا مقابلة إن شاء الله كبيرة إن شاء الله. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.